بعد إتمام المرحلة الأولى من العمل في مشروع التنقيب الأثري في خربة الطيرة التي تعود ملكيتها لكنيسة الروم الأرثوذكس، افتتحت جامعة القدس وبإشراف فريق متخصص من المعهد العالي للآثار التابع للجامعة وبالتعاون مع بلدية رام الله وكنيسة الروم الأرثوذكس ووزارة السياحة والآثار الفلسطينية الموقع الأثري المعروف باسم خربة غلمة، والذي يقع في حي الطيرة بمدينة رام الله كموقع أثري تاريخي وديني هام. نحن الآن موجودين على موقع في غاية الأهمية التاريخية والدينية والاجتماعية أيضا، وهو موقع خربة الطيرة والتي تعرف أيضا باسم خربة غلمة. ولغلمة قصة كبيرة في الديانة المسيحية وفي التراث العربي الفلسطيني. من المعلوم أنه فلسطين هي أحد أغنى دول العالم في الموروث الثقافي محليا وعالميا، بحيث موجود فيها يزيد عن 32 ألف معلم وموقع أثري. نصيب الضفة الغربية منها حوالي 12 ألف معلم وموقع أثري، وهذا الموقع الذي نحن عليه الآن هو أحد تلك المواقع الكبيرة. هذا الموقع له أهمية تاريخية ودينية واجتماعية. الأهمية التاريخية أنه تم اختياره ليكون مكانا سكنيا منذ الفترة الهيلينستية أو اليونانية، وهنالك أثرا كبيرا يدلل على أن اليونان سكنوا في هذا المكان. إضافة إلى ذلك أنه وفي الفترة الرومانية كان أحد أكبر المواقع في منطقة رام الله. إضافة إلى ذلك أنه في الفترة البيزنطية كان مزدهرا جدا، وهذا مبني على مجموعة من العوامل أولاها المساحة. وتبرز أهمية خربة الطيرة أو غلمة نظرا للأبعاد الدينية والتاريخية المرتبطة بها، والتي لعل من أهمها وجود نقوش أثرية لبقايا قصر شيدته القديسة ديانا إلى جانب كنيسة في هذا الموقع، تخليدا وتقديسا لزيارة قام بها المسيح عليه السلام للموقع، إلى جانب وجود أجزاء أثرية غاية في الأهمية، لعل من أهمها قبر القديس استيفانوس والذي يعتبر أول شهيد في المسيحية. هذا المكان هو معلم ديني مهم من ناحية تاريخية، كون السيد المسيح زاره وبنت عليه كنيسة من أقدم الكنائس في فلسطين من القرن الرابع وقبل القرن الرابع. فإن شاء الله يعني بالتعاون مع الجامعة والوزارة سنساهم في إنجاح هذا المعلم الأثري. وتبلغ مساحة خربة غلمة أكثر من 30 دونما، إلا أن النشاط العمراني اقتطع جزءا منها ليبقى منها المساحة التي تضم بقايا الكنيسة والقصر، الذي يسعى فريق ترميم معهد الآثار التابع لجامعة القدس لإظهار ما تبقى من أجزائه كبقعة الفسيفساء. هذه عمليات الفسيفساء تم اكتشافها من قبل علماء الآثار في الموقع خلال التنقيب. احنا دورنا بتختص في عمليات الترميم. الفسيفساء هي الجزء مكمل للموقع الأثري، والترميم جزء مهم على أساس نثبت الموقع الأثري. فكان دورنا انه احنا قدرنا نوثق الفسيفساء هذه، نوثق المشاكل، نصورها كلياتها ونعمل عمليات التدخل بعد إجراء الدراسات كاملة. وعمليات التدخل هي تثبيت المشاكل والحفاظ على تثبيت المشاكل والأضرار ومعالجتها كلياتها، بحيث انه نطيل بعمرها قدر الامكان لبين ما انه يكون في مشروع ثاني انه ينتعب عليها الفسيفساء بشكل افضل وتبرز للناس بشكل افضل ان شاء الله مستقبلا. ويؤكد فريق العمل وشركائه على مواصلة العمل في موقع خربة غلمة او الطيرة الاثري بعد اتمام السلسلة الاولى من مراحل الصيانة والترميم الخاصة بالموقع، نظرا لاهمية الموقع من الناحية التاريخية والدينية، ونظرا لغنى الموقع بالمعالم الأثرية التي يتم اكتشافها مع تواصل العمل فيه. الأهمية الدينية لموقع كفر غملة أو خربة الطيرة هي بالأساس مرتبطة مع القديس استيفانوس الذي توفي في القدس رجما بالحجارة
في سنة 35-36 للميلاد، ومن بعد ذلك تم نقل جثته إلى هذا المكان وأري الثرى، وبقي في هذا المكان إلى عام 416 للميلاد، ومن ثم نقل إلى القدس، وبالتالي بعد ذلك نقل إلى تركيا في فترة الحكومة التركية، ومن بعد ذلك أيضا نقل إلى روما. إشارة دينية ثانية لهذا المكان أنه عثر على نقش يدلل على أن دينا القديسة دينا قامت بإنشاء هذه الكنيسة تخليدا لموطئ قدم المسيح، الأمر الذي يدلل على أن المسيح عليه السلام قد مر من هنا. اكتشاف موقع خربة غلمة في الطيرة جاء ضمن اهتمام المعهد العالي للآثار التابع لجامعة القدس، والذي يعتبر واحدا من مرافق وأقسام الجامعة البارزة، نظرا للدور العلمي الهام الذي يقوم به المعهد فيما يتعلق بالآثار والمواقع الأثرية. ليكلل افتتاح خربة غلمة إضافة منيرة وجديدة إلى سلسلة المشاريع الهامة التي يقوم بها المعهد بهدف إبراز المواقع الأثرية التاريخية في فلسطين وحمايتها من الضياع. نود أن نقدم شكرنا لجامعة القدس في أبو ديس، وخاصة الدكتور صلاح الذي أبدى اهتمام كبير في ترميم هذا المكان وإظهاره كمعلم أثري في مدينة رام الله وفي فلسطين، وإظهار هذه المعالم التاريخية المسيحية الفلسطينية التي إن دلت تدل على تاريخنا وعلى وجودنا في هذه الأرض، وأيضا على تراثنا العريق في فلسطين. اكتشاف هذا الموقع الأثري الهام تبعه سلسلة من الاكتشافات الهامة أيضا، والتي في مجملها تؤكد على أهمية هذا الموقع من نواح مختلفة، لعل في أهمها الناحية الدينية، حيث وطئ المسيح عليه السلام هذا المكان. من الموقع الأثري بمدينة رام الله، رامي الفقيه لتلفزيون القدس التربوي.